السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة متابعة الزغاليل اليوم الخامس، نتكلم عن التسييف والخسسان اللي هما بيسموا الشقفة. قبل ما نبدأ موضوع النهاردة هوريكم الزغاليل اللي انا رشيت امبارح البيض بتاعها، امبارح والامبارح رشيت البيض بتاعهم هم فقسهم بسم الله ما شاء الله. الزغاليل اللي لسه فقسة من ساعات قليلة جدا، يمكن ساعة او ساعتين، هما طبعا ضعاف جدا فاحنا هنرجعهم لأهاليهم، مش هنعمل فيهم حاجة دلوقتي خالص. طبعا اللبة بتاع الاهالي افضل يا جماعة بكتير، احنا مش بناتي اللبة ده اللي احنا بنعطيه يدوي الحليب الا اذا تاني يوم اذا ما عطهوش. اشوف الزغلول ضعيف جدا لسه طالع، يدوب لسه الشعر بتاعه بينشف. طيب هنبدأ موضوع النهاردة على بركة الله، فضلك اعمل لايك للفيديو لو سمحت يعني. طيب قبل ما نبدأ موضوع النهاردة في سؤالين، سؤال بيقول في التعليقات يعني، سؤال بيقول لو الزغاليل اللي اتغير مكانها واتبدلت من الاهالي، يعني جبنا زغلولين مثلا دول حطناهم مكان دول، هل في ضرر ان انت بعد ما تأكلهم يتلخبطهم دول مكان دول؟ انا بقول له يعني لو انت بتأكل يدوي زي كده اكلهم وهم زي ما هم في مكانهم في العش بتاعهم او في الحضان بتاعهم، مفيش داعي ان انت تجمعهم كده، لاننا كده جميعهم علشان ان انا بصورهم يعني عشان الفيديو، ظروف الفيديو. لكن لو غير كده انا اعمل الكلام اللي انا بعمله ده وهم في مكانهم. لكن ممكن تعمل تبديل زغلول كبير مع، لو مثلا الزغلولين دول اخوات، ده كبير وده صغير، انت لقيت دول اخوات كده تعمل ايه؟ بس تبدلهم بقى تبديل دايم، يعني ده اخو ده، لا احط ده مع ده مثلا كده واحط ده مع ده، يبقى تبديل الدايم اللي هو دول، خلي دول مع بعض وخلي دول مع بعض مثلا، يبقى كده ده تبديل دايم ودول مع بعض حجم واحد. اعمل كده تبديل اللي انا ابدله في البداية واسيبهم بقى على كده على طول، تمام. طيب كمان في حاجة ما عملناهاش عشان ما ننساش نعملها، اللي هي الزغاليل اللي ما لبستش الدبل المرة اللي فاتت اللي كانوا صغيرين لسه، علشان الدبلة ما تقعش. انا معايا الدبلتين اهم، كان في زغلولين لسه ما لبسوش الدبل قبل ما رجلهم تكبر زيادة عن اللازم، ما عدناش نعرف ندخل الدبلة. نعملها بالقلم زي ما بنعمل اهو، يبقى لسه في زغلول تاني. شوف هو راح فين الزغلول التاني، اهو الزغلول التاني لقيناه اهو. انا بلبس دايما الدبلة يا جماعة في الرجل الشمال، في ناس كتير بتعملها في اليمين، انا بعملها في الشمال. تمام كده، ادي نقول له مبروك عريس وعروسة اهم، ان شاء الله ان شاء الله يبقوا ذكر وانتايا اخوات. طيب نرجع الزغلولين دول اول علشان اهاليهم يدفوهم، نحطهم تحت الاهالي علشان ما يبردوش مننا ونرجع لكم. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو موضوع الفيديو اللي هو الشقفة. طبعا حضرتك اعطيت، انا اعطيت امريزول او فيلاجيل، فيلاجيل او امريزول او اعطيت اي مضاد حيوي ايا كان اسمه، بتاعتي مثلا 3 ايام بتاعتي 5 ايام، مدة العلاج دي بيعمل بيسبب زي ما قلنا جميع المضادات الحيوية والمطهرات المعوية بتقتل البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة زي ما قلنا بالظبط كده في الفيديوهات السابقة. يبقى احنا بنعوضها بالخميرة، بنات الخميرة عشان نمنع التسييف والخسسان الشقفة، تمام. يبقى زي ما احنا عارفين زي ما بنعمل كل مرة، معانا الميكس بتاعنا انا مجهزه الميكس، ومعانا الخميرة
الخميرة البيطري ومعنا الخميرة اللي هي البشري. انا استخدمت امبارح الخميرة البشري والبيطري الاثنين مع بعض، لكن طالما انا عايز اخلص الكيس ده انا هاخد عشان هو مفتوح اخلصه الاول. خد معلقة نحطها على الكمية بتاعتنا دي، اهو المعلقة على البرطمان ده. ونقلبها جيدا وهنساعد ده يا جماعة. الخميرة هترجع البكتيريا او هتنشط البكتيريا النافعة اللي هي قضى عليها المضاد الايه الحيوي او المطهر المعوي. لو انت بتأتي ده او بتأتي ده تأتي لازم تأتي بعده في الخميرة، لان الخميرة هي اللي بتنشط البكتيريا النافعة يا جماعة، زي الزبادي بالظبط. في ناس زي ما قلنا بتأتي زبادي. طيب في بتاعتي قد ايه الخميرة؟ في ناس بتاعتي الخميرة يومين، في ناس بتاعتيها ثلاثة، انا هعطي ثلاثة ايام عشان ان شاء الله عايزين يكون الزغليل صحتها جيدة. نأكل بسرعة الزغلول الضعيف بس، الزغليل الضعيفة بس. كل مرة طبعا هنقلب قبل ما نعطي قبل ما نسحب. اللي سألني انت ممكن يتلخبطوا الزغاليل، قلت له اهو انا عارفهم بالدبلة، انا عارف مكان الزغاليل برقم الدبلة عشان كده بعرف ارجعهم في مكانهم. ده من ضمن الاجابة على السؤال. ان شاء الله الزغاليل بتستنى الاكل، الزغاليل كلها بتستنى الاكل. هم عرفوا من لما بيتجمعوا كده ان هم كده بعد التجمع ده ان هم بياكلوا. طبعا اللي شبعان واكل مش بنأكله، نسيبه لأهله تاني، انما احنا بنساعد الضعيف فيهم. زي ده كده مش واكل، ده واكل كويس مش هنأكله، ده محتاج شوية. ما شاء الله الزغلول الكبير ده ان شاء الله في اخر الفيديو في اخر سلسلة المتابعة دي نبقى نحاول نوزن لكم الزغاليل ونشوف نتيجة تعبنا. ومع انها تصغير طبيعي يا جماعة، لو عايز اتقل اكتر هعطي بعلف الدجاج، يعني لو عايز للذبح، لكن ده انا بعمله عشان التربية. لو عايز للذبح هعمله بعلف الدجاج اللي هو 23%، 23% على في الدجاج. لو انت عايز تضغط للذبح جيب معاك نتيجة جبارة. كده خلصناهم تصغيط الحمد لله بسرعة جدا، الموضوع سهل. بكده خلصنا موضوع النهاردة، لكن لسه بكرة نفكركم، لسه بكرة هنأتي خميرة لليوم الثالث. تابعنا علشان تشوف هنعمل ايه مع الزغاليل دي حتى النهاية. نرجع الزغاليل لأهاليهم ونراعي واحنا بنرجعهم، نرجعهم كل واحد مكانه. لكن لو عايز تبدل مش هتبدل غير الزغلول الضعيف مع الضعيف وتحط الكبير مع الكبير، مع مراعاة ان انت وانت بتحط الزغلول الضعيف مع الزغلول الضعيف تحط الزغلول الضعيف مع الاهالي اللي بيضهم فاس الاخر المتأخر علشان هم يكونوا لسه بياتهم اكل ناعم اكتر. اما الزغلول الكبير مع الزغلول الكبير مع الاهالي اللي هي فقست بيضها الاول علشان هم هيكونوا ابتدوا مياتهم الخشن. نرجع الزغاليل لاهاليها ونقول لك لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.